بجد تحب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامجكم ملاعب الابطال في ثاني فقرات حلقتنا النهارده اللي حضراتكم تعودتوا انه دايما بيكون فيها معانا نجم من نجومنا في ملاعبنا الكتيره دايما، وده تطبيقا لشعار البرنامج ان ملاعبنا كتير ولكن ابطالنا اكيد اكتر. ضيفي النهارده احد نجوم كره اليد المصريه سواء مع منتخب مصر او نادي الزمالك، واحد نجوم نادي طلائع الجيش اللي بدا مسيرته مع كره اليد منذ ما كان عنده 5 سنوات سن صغير جدا واستمر فيها حتى وقتنا الحالي، احد نجوم فريق طلائع الجيش الكابتن محمد البوهي. برحب بيك وبقول لك منورني في ملعب الابطال. ربنا يخليك يا كابتن محمد، وانا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. ان شاء الله يكون لينا حوار شيق مع محمد البوهي، نستعرض فيه مسيرته واهم انجازاته، وهيقول لنا اكيد بدا ازاي كره اليد، ولكن خلونا في البدايه نشوف هذا التقرير عن محمد البوهي ونرجع لكم. مقاتل من طراز خاص، عشق التحدي وحصد البطولات، وأيقن أن لا نجاح يأتي بالصدفة، فاجتهد وتمسك بالأمل، وكان التوفيق والنجاح حليف رحلته. محمد البوهي نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي طلائع الجيش، ولد في 6 يناير 1990، وبدأ رحلته مع كرة اليد مبكرا، وخلال سنوات قليلة أصبح واحدا من العناصر الأساسية الهامة في تشكيل أي فريق. لعب البوهي خلال رحلته لعدد كبير من الأندية، لعل أبرزها 5 مواسم في نادي الزمالك ومثلها في طلائع الجيش، بالإضافة إلى تجربته الاحترافية ضمن صفوف فريق أنخيل خيمينيز الأسباني وأيضا فريق فالك هورتون في الدوري النرويجي. حقق لاعبنا خلال مسيرته عدد كبير من البطولات والألقاب، حيث توج مع الزمالك ببطولتين للدوري وبطولة للكأس موسم 2008، بالإضافة إلى برونزية مونديال الأندية 2010 ودوري أبطال أفريقيا موسم 2011، ولقبين من أبطال الكؤوس عامي 2009 و2010، ونسختين من كأس السوبر الإفريقي. كما يمتلك البوهي سجلا مميزا من الإنجازات والمشاركات مع المنتخبات الوطنية، حيث كان حاضرا في حظ المركز الرابع ببطولة كأس العالم للشباب في اليونان عام 2011، بالإضافة إلى ذهبية البطولة الإفريقية على مستوى الشباب والناشئين المركز الأول في دورة الألعاب العربية، فضلا عن مشاركته في مونديال السويد والبطولة الإفريقية 2012 بالمغرب وكأس العالم للناشئين 2009 بتونس وبطولة البحر المتوسط 2008 في مصر وغيرها الكثير من المناسبات الرياضية الكبرى. البوهي تاريخ طويل ومشوار حافل بالإنجازات والبطولات، صال وجال في ملاعب كرة اليد المصرية والعالمية وأحرز البطولات والألقاب وسجل اسمه بأحرف من نور في سجل الدوري الأسباني بعد أن أحرز الهدف رقم 300,000 في تاريخ المسابقة خلال تواجده ضمن صفوف فريق أنخيل خيمينيز. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير حقيقي تاريخ مشرف وطويل وانجازات كتيره جدا مع كل المنتخبات او المراحل السنيه من اول الناشئين والشباب حتى الفريق الاول، حتى التجارب الاحترافيه ايضا قدر ان هو يكتب فيها اسمه. زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير ان محمد احرز الهدف رقم 300,000 في تاريخ البطوله في اسبانيا، طبعا قدر بانجازات كتيره جدا ان هو اسمه يلمع مع الانديه اللي شارك فيها سواء نادي الزمالك او طلائع الجيش او منتخبنا الوطني. تفاصيل كتيره قوي خلي محمد بقى اكيد يحكي لنا عنها، يعني التقرير ما شاء الله مليان، يعني انا مش لاحق ان انا اتكلم معاك في ايه ولا ايه. فعايز اتكلم معاك في البدايه عن نشاتك، ازاي بدات كره اليد في عمر صغير 5 سنين بدايه، يعني نقدر نقول سن صغير للاعب ان هو يحترف كره اليد ويبدا يبقى عنده حب لهذه اللعبه. هو أنا أصلاً نشأت في أسر رياضية، يعني والدي كابتن عبد الرحمن البوهي كان كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر في الهاندبول، فهو ده اللي حببني في الهاندبول من الأول، وقررت إن أنا يعني أختار الهاندبول من الأول لأن أنا كنت طويل من وأنا صغير، فكانت كل المدربين الألعاب الجماعية عايزين يخلوني ألعب معاهم، بس أنا اخترت الهاندبول لأن أنا حبيتها من والدي أساساً. طيب يعني في سن صغير كده يعني ازاي تقدر ان انت تحكم، يعني كان ممكن مثلا تبقى في كره القدم مميز او في الفولي بول لان انت بتقول ما شاء الله طويل القامه، فممكن تلعب اي لعبه جماعيه، فايه اللي حببك في الهاند بول غير والدك؟ ان هي لعبه يعني فيها عنف اكتر، مش عنف بمعنى التحام جسدي، فيها التحام جسدي اكتر من الباسكت واكتر من الفولي، فيها رجوله، فيها الاثنين، يعني فيها الجانب البدني والجانب المهاري الاثنين مع بعض.
فده احد الاسباب. طبعا. طيب ما شاء الله التقرير سرد كميه معلومات كتيره جدا عنك، ولكن اهمها البطولات. ده اي لاعب بيتمنى لما بيحترف لعبه ان هو يبدا يحقق الانجازات انجاز تلو الاخر. اتكلم مع اولى البطولات اللي شاركت فيها سواء مع المنتخبات او مع الانديه، تفتكر ايه هي واحكي لنا كده تفاصيلها كانت ايه؟ انا بدات مع منتخب الناشئين الاول، منتخب 90. بدانا اول بطوله لعبناها كانت بحر ابيض، كانت في قبرص، ويمكن البطوله دي كانت غريبه شويه لان احنا كسبنا فيها المنتخبات الكبيره وخسرنا من فرق اقل، يعني كسبنا منتخب فرنسا وكسبنا منتخب كرواتيا وبعدين خسرنا من منتخبات اقل وخدنا المركز السادس. البطوله اللي بعدها كانت هنا في بورسعيد ولعبنا فاينل قدام اسبانيا وخسرنا بضربات جزاء. فدي كانت اول مرحله خالص، خدنا تاني بحر ابيض. بعد كده دخلنا خدنا بطوله افريقيا للناشئين، بطوله افريقيا للشباب، وبعدين بقى الانجاز الكبير رابع عالم شباب في اليونان. دي مرحله الشباب يعني. طيب انجازاتك مع المنتخب او المنتخبات اللي انت مريت بيها كلها سواء الناشئين او الشباب هي اللي بدات تخلي اعين المسؤولين في نادي الزمالك يهتموا بيك ويبدا مرحله تصعيدك من فرق الناشئين للفريق الاول، احكي لنا عن هذه الفتره وامتى انضميت للفريق الاول في نادي الزمالك. هو العكس، هو وجودي مع فريق الزمالك الاول هو ده اللي اداني خبره كبيره في مع منتخب الشباب، لان انا اتصعدت في فتره كان جيل ذهبي في الزمالك وفي اساطير. انت لعبت فريق اول قبل ما تحقق الانجازات دي مع فرق الشباب ولا؟ انا بلعب فريق الاول في الزمالك من موسم 2007 2008. طبعا ما كنتش بشارك بشكل اساسي بس كنت يعني موجود في المباريات وفي السكور دايما وفي التدريبات، واتعلمت من ناس اساطير في الهاندبول يعني. فهو ده اللي اداني الشخصيه اللي رحت بيها منتخب الشباب، وهو يعني ده اللي اثر عليا مع منتخب الشباب الفريق الاول الزمالك. طب وقتها اما ابتديت بقى خلاص يعني تتحط في حته الباك رايت لان انت لاعب اشول، كان اكيد عندك مثل اعلى او في لاعب نفسك ان انت تبقى في نفس مستواه، فكان مين مثلك الاعلى في الفتره دي؟ هو طبعا والدي كابتن عبد الرحمن البوهي، واحمد الاحمر. طبعا كابتن احمد الاحمر ده نموذج يحتذى به لاي رياضي، مش الهاندبول بس يعني. وعلى الصعيد الدولي طبعا في لعيب اسمه لازلو ناجي، ده اسمه ايه تاني؟ اسمه ناجي. ناجي اوكي. ده بيلعب في منتخب ايه؟ منتخب المجر. تمام. طيب انت بما انك ذكرت احمد الاحمر، يعني احكي لي كده عن المنافسه معاه في نفس المركز. لا مفيش منافسه، ما حدش يقدر ينافس احمد الاحمر، يعني احمد الاحمر طلعه بره المقارنه وبعدين ابتدي اتكلم على اي حد تاني. طب بس اكيد استفدت من وجودك معاه، ويعني احكي لي كده مواقف ممكن تكون خاصه ما بينك انت واحمد الاحمر، طبعا نجم كبير جدا، فايه المواقف دي ابرزها ايه؟ سواء في مباريات، في موقف داخل مباراه، او في تدريبات، او اي موقف انت بتعتز بيه بصفه شخصيه يعني. لا هو بعيدا عن اللعب، احمد الاحمر صديقي اساسا واخويا الكبير بره الملعب. فهو انا اتعلمت منه كل حاجه، من سواء جوه الملعب او بره الملعب كشخصيه رياضيه. احمد الاحمر من الناس اللي تتعلم منها، وهو دايما بيحتضن اي لعيب صغير وبيحاول ان هو يديله خبراته وان هو يخليه يستفيد وان هو يطلع اكتر حاجه عنده. فدي حاجه طبعا انا اتعلمتها من احمد الاحمر كشخصيه بعيدا عن اللعب طبعا، لان احمد الاحمر في اللعب موهبه فذه يعني، مفيش حد هيجي زيه تاني يعني. تمام. طيب يعني ما شاء الله بسبب انجازاتك، انا مش عايز المشاهد يتوه طبعا، بعد الانجازات بتاعت مراحل الناشئين وكان ابرزها رابع مع منتخب الشباب في بطوله كاس العالم، تمام، ابتديت تدخل مع الفريق الاول واحده واحده، ودخل لك تحقق عدد من البطولات الجيده مع نادي الزمالك سواء محليا او افريقيا. انت واخد مع نادي الزمالك 2 سوبر و2 كاس في افريقيا، وايضا واحده دوري ابطال. ايه البطولات اللي بتعتز بيها مع نادي الزمالك ومحليا؟ احكي لنا شويه ايضا عن انجازاتك مع نادي الزمالك. البطولات اللي بعتز بيها طبعا بطولات افريقيا، كانت بتبقى بطولات صعبه جدا، وسفريات دايما كانت بتبقى صعبه، انت عارف في مثلا بلاد زي بنين وبوركينا فاسو والحتت دي الموضوع بيبقى مش سهل يعني. وكان في بالذات بطوله بوركينا فاسو دي كنا خسرانين من فريق انجولا، وكنت انا قاعد احتياطي، وبعدين نزلت في اخر ربع ساعه في الماتش حطيت 5 تجوان وساهمت في ان احنا نكسب الماتش الفاينل يعني. فدي وبطوله افريقيا بتاعت نيجيريا دي، ده كان دوري ابطال برضو شاركت فيها بشكل كويس جدا، ويمكن دي كانت من احلى الفترات بتاعت فريق الزمالك في الوقت ده، كان فيه يعني تشكيلتين زي ما بتقول كده. ده سنه كام معلش؟ دي كانت 2011. نيجيريا كانت 2011، بوركينا فاسو كانت 2010. طيب محليا
لو هنتكلم عن الفتره اللي انت قضيتها مع نادي الزمالك، انت قعدت معاهم 5 سنوات، حققت ما شاء الله فيها 5 بطولات في افريقيا محليا. هل في كده دوري مختلف عن الدوريات الاخرى كان ليه طعم مختلف اتحسم في نهايته، او زي ما انت قلت نزلت فشاركت او حسمت لقب لنادي الزمالك، مساهمتك مع اللاعبين كانت عامله ازاي؟ كان في دوري مثلا، اول دوري اشارك فيه كان اللي هو بتاع 2008 2009 تقريبا. والكاس، الكاس هو اللي ليه موقف احلى، لان الكاس ده كان بدون لعيبه دوليين. فطبعا فريق الزمالك ساعتها كان في مثلا بتاع 7 8 لعيبه في المنتخب. فاضطرينا ان احنا نلعب من غير اللعيبه دي كلها، وكنت انا ساعتها لسه 18 سنه. ومحدش توقع خالص ان احنا هنعمل اي حاجه، لان التشكيل الاساسي كله بتاع فريق الزمالك مش موجود، وبنلعب بالناشئين. وفعلا قدرت ان انا العب كويس في البطوله دي وكسبنا الكاس ساعتها. ما كانش في اي حد متوقع ان احنا هنكسب البطوله دي. بتعتز بالفتره اللي انت قضيتها في نادي الزمالك؟ طبعا. يعني بالنسبه لك هي دي الفتره اللي كونت كل حاجه فيا كلعيب وكشخصيه وكل حاجه، هي دي الفتره اللي كونتني طبعا. تفتكر طيب يا محمد، يعني احكي لي كده، مين اول مدرب شافك وقال اللعيب ده ممكن يبقى مفيد ولمس فيك ان انت هتبقى اضافه للفريق الاول؟ في الاول مدرب صعدني كان كابتن محمد صفوت وكابتن ايمن صلاح. هم اللي شافوني من وانا في الناشئين، وطبعا كانوا عارفين ان انا في منتخب سني وان انا لعيب مميز في الجيل بتاعي، وقرروا ان هم يصعدوني من وانا عندي 17 سنه. سن صغير، سن صغير يعني، سن صغير. انت تحملت المسؤوليه في الوقت ده، حسيت بخوف؟ لا طبعا ما تحملتش مسؤوليه، لان انا كنت ساعتها انت طالع على اساطير. فانت يا دوب بس انت بتقعد تتعلم منهم. لا، مسؤوليه نفسك ان انت خلاص طبعًا. فريق اول، لو خذلت الناس اللي وثقت فيك زي مثلا كابتن ايمن صلاح وقتها، ممكن يعني الفرصه تروح من ايديك بمعنى اصح. طبعا مسؤوليه كبيره، وانت داخل في وسط مجموعه يعني ما فيش هزار، كل ماتش بتنزله لازم تكسبه، ما فيش ما كانش في حاجه اسمها ان احنا نخسر، يعني اوبشن الخساره ده مش موجود. اكيد حديث ان شاء الله هيبقى مطول مع محمد البوي، هنتكلم في تفاصيل اكتر عن رحلته الاحترافيه في اسبانيا، او مشاركاته الدوليه مع منتخبنا الوطني الاول اللي كان فيه عدد من المشاركات في كاس العالم، او ايضا في كاس العالم للانديه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. عودة الحياة لطبيعتها شعار رفعه اتحاد كرة اليد متمشيا مع باقي الاتحادات الرياضية بعد فترة من الجمود والتوقف استمرت أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا. ورغم إعلان اتحاد اليد في البداية رغبته في إلغاء مسابقة هذا الموسم بسبب وباء كورونا، إلا أن تعامل الدولة النايح مع هذه الجائحة ورغبة عدد من الأندية في عودة النشاط جعلت استئناف المسابقات أمر حتمي. وتشهد المباريات المتبقية من دوري هذا الموسم منافسة شرسة، حيث يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويتبقى للزمالك مباريتين أمام سبورتينج والأهلي، ويتبقى للأهلي مباريتين أمام الجزيرة والزمالك. وفي حالة تعثر الأهلي أمام الجزيرة وفوز الزمالك على سبورتينج، يتوج الزمالك بطلا للدوري بشكل رسمي. وفي حالة فوز الزمالك على سبورتينج والأهلي على الجزيرة، ستكون مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة فاصلة، وفوز الزمالك أو التعادل يمنح اللقب للفريق الأبيض، فيما يحتاج الأهلي إلى الفوز ليلعب الفريقان مباراة فاصلة على لقب الدوري. جد التعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي ملاعب الابطال وقناه اون تايم سبورتس، مكملين لقائنا مع واحد من نجوم كره اليد المصريه محمد البوهي. محمد، يعني زي ما انت شفت التقرير، منافسه فعلا شرسه هذا الموسم، الاهلي والزمالك خلاص يعني في فرص اقوى شويه للزمالك بحكم الافضليه في الاختيارات، ان هو ممكن يتعادل او ان هو حتى في حاله الخساره هيلعب مباراه فاصله. شايف مين الاقرب لحسم اللقب السنه دي؟ هو دلوقتي ما فيش اي توقعات، لان فتره الكورونا دي فصلت اللعيبه والاجهزه الفنيه اتغيرت، خلي بالك. فدي حاجه مهمه جدا، لازم الناس تبقى شايفاها، يعني لان المعطيات بتاعت قبل الفتره دي كانت حاجه ودلوقتي بقت حاجه تانية خالص. الاجهزه الفنيه للفريقين اتغيرت. تمام. مسك نادي الزمالك كابتن حسين زكي وكابتن حسن يسري، والاهلي مسكوا كابتن طارق محروس. صح.
طيب ارجع بقى معاك لفتره احترافك، انت كان عندك تجربه احترافيه مهمه، لعبت سواء في الدوري النرويجي او الدوري الاسباني، قيم لي بسرعه تجربتينك وشايف انهي افادتك اكتر في المشوار الاحترافي بتاعك. والله انا في الوقت ده كانت مفاجاه للناس كلها، ما كانش في اي حد بيفكر في الموضوع ده. انت عارف زمان كان الاحتراف كان موضوع صعب، كان لازم الاتحاد يوافق، وكان في فترات الانديه والاتحاد بيطلبوا فلوس، وكان الموضوع مش بروفيشنال يعني. فيمكن انا اول واحد احترفت في الجيل الحالي بالشكل الطبيعي، اللي هو انت فري، بيجي لك عقد من بره بتمضيه بتحترف عادي. فانا كنت اول واحد اعمل الموضوع ده، والناس كانت مستغربه وكانت تجربه جديده، بس الحمد لله يعني عملت موسم كويس جدا في النرويج. خدت 3 مرات مان اوف ذا ماتش، ومره مان اوف ذا ماتش باستفتاء الجمهور في قناه تي في 2. طبعا الدوري النرويجي من الدوري يعني الدوريات الاوروبيه القويه جدا، الدوري يعني كويس جدا. والفتره دي كمان كان كل اللعيبه الكبار بتوع منتخب النرويج كانوا بيلعبوا ساعتها في السيزون اللي لعبته في النرويج ده، كان كل لعيبه النرويج الكبار جدا كانوا بيلعبوا في الدوري. طيب سريعا يعني خلي محبينك او الناس اللي حابه تطمن على محمد البوي، انت دلوقتي بعد الفتره اللي قضيتها مع طلائع الجيش انت لاعب فري، ناوي على ايه في المستقبل او الوقت الحالي او الوقت الحاضر بصفه عامه في مستقبلك في كره اليد؟ هتعمل ايه وهل في عروض احترافيه جالك ولا لا؟ والله الفتره الجايه دي ان شاء الله باذن الله عايز احترف تاني، ارجع احترف تاني. فكنت متكلم مع كذا ايجنت، وكان في كلام على عروض بره، واحد في الخليج واحد في اوروبا. بس لسه طبعا انت عارف موضوع الكورونا ده معطل الدنيا شويه، والماركت مقلل الماركت شويه. فيعني في كذا عرض وبفكره الفتره الجايه ان شاء الله في حاجه كويسه باذن الله. طب وفي حاله وصول العروض محليه يعني مصمم على الاحتراف ولا ممكن تشوف الافضل؟ لا ممكن ليه لا، لو في عرض كويس في الدوري هنا في مصر ممكن. طيب اخيرا قبل ما نختم الحلقه، يعني عندنا ان شاء الله بطولة مهمة جدا، بطولة كأس العالم، وانت لاعب دولي ولعبت قبل كده كأس العالم اللي كان في السويد ومثلت منتخبنا الوطني المصري، شايف انتوا كلاعبين قادرين تحققوا انجاز خاصة البطولة على ارضنا اول مرة يكون فيها 32 فريق؟ مصر في الفترة الحالية عندها انجازات في كل المنتخبات، انتوا كلاعبين ناويين على ايه؟ والله انا شايف ان الفترة الجاية دي، ان بالتحديد كأس العالم اللي جاي ده بالمنظومة الحالية، انا شايف ان احنا عندنا فرص كبيرة جدا ان احنا على الاقل هنلعب في دور الثمانية باذن الله. ليه؟ لان انت المره دي عندك كل العناصر بشكل عالي جدا، كواليتي عالي جدا، كواليتي اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في المنتخب يمكن من قولي احسن. اسماء عايزك تقول لي اسماء، قول لي نقاط القوه. يحيى الدرع طبعا، احمد الاحمر، يحيى الدرع، يحيى خالد، احمد هشام دودو لعيب صغير ممتاز، علي زين، احمد عصام الطيار، كاتونجا، محمد علي، وسام، ممدوح هاشم راجل واخد شامبيونز ليج، محمد سند احسن وينج رايت في الدوري الفرنساوي. فلا عندك سكواد دلوقتي على اعلى مستوى وعناصر كامله، وما تنساش ان انت الاتحاد موفر لك كل حاجه، الراجل يعني الاتحاد جايب لك احسن مدرب في العالم. الراجل اللي ماسك منتخب مصر دلوقتي ده لسه واخد شامبيونز ليج مع فردار المقدوني السنه اللي فاتت، راجل احسن مدرب في العالم. اخيرا واختم معاك بعد السؤال ده، عندك امال ان شاء الله تكون في القائمه المتواجده في كاس العالم ان شاء الله اللي في مصر ولا لا؟ اكيد طبعا، اي لعيب حلمه ان هو يلعب في منتخب بلده، ان هو يمثل بلده بالذات في كاس عالم في ارض مصر. محمد البوهي بشكرك جدا على هذا اللقاء، يعني حقيقي تشرفت بوجودك، وان شاء الله بعد كده يكون لينا معاك لقاءات يعني تكون فيها واخد انجازات اكتر واكتر باذن الله. الشرف ليا، ربنا يخليك. وبكده بينتهي حلقه اليوم مع احد نجوم كره اليد المصريه محمد البوهي. ان شاء الله غدا لقاء يتجدد من برنامجكم ملاعب الابطال، نشوفكم على الف خير.